بنابحنا وها مثل ربضانا وهاي سوى نقصه قيب قلنا بلشاد قيب هذا كل قديسان ما مر كجمل كيران كان دق مذا بلد وينه على ما ودين كرير هيران أيوة وها مذا بلجو قديسان يجي رحمة دي سراب كا وحنا الكاس يقد بذا كلا دوانا وقصة أصلا ربضان تكسر جدي قار كم ذا على ما ودين كجمل كيران أنت أنا وحرجينا إن إلهي إن أقبله إن إلهي الدعاء إن هو أقبله أيا أنت أنا كرجينا إن سو أنت أصديار منهم ولا ليا أنت أنا سلاد الجليكور أنت أنا قفل بطبان استغفار أيا لجربا قفل بطبان جر بس أستغفر الله هاي رادو معايا الله سبحانه وتعالى وهو الشاقي وغراكي سنو الشاقي استغفار تمركي للي ما هذا إن وهو البعيا الوجه لي أيو إلهي الشاقي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحولا يا أستغفروا ربكم إنه كان غفارا ربي قلنا استغفار كبلبا وهو هذا مدى في البدنة كبعد محاله لي يرسل السماء عليكم مدرارا وليلا الله سبحانه وتعالى صمد أيضنا يا الله إلى الربين نيسا مركز كبعد محاق عقا ويمددكم بأموال وبنينا إن إلهي مالك نزي هذه أيه ويلش أياك وحكتو قلاتي سن أو قربي سن أبابك أغتاقنا إله وقفنا ببابك وخرحنا ببابك إله أبابك أغنقراعينا إله أبابك أغتاقنا إله أبابك أغنقفر إله دبات الله مانت الصومالي عممتي أو عذر له أو قادة له أو أبار له أو علال له أو دب له أردن وقرح له أو دل له أو دبات راسو إله من نقاط إله من نقاط دخوي ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الحمد لله الذي من على عباده بالتوحيد والإسلام والتوبة والاستغفار والإنابة إليه عند الشدائد والمحن. يقول تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمرنا الاستغفار عند الشدائد والكرب، وهذه شدة من الشدائد والامتحان، الجذب، القحط، قحوط المدر، امتناع احتواء وانحباس المدر عن إبانه. ولكن إن الله يفرج تبارك وتعالى عقوبته هذه بالاستغفار والإنابة إليه والصدقة وإعانة المساكين. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألا تعلموا أن الاستغفار أمان من عذاب الشدائد وأمن يوم الوعيد؟ قال الولي الحميد: وما كان مع ما كان الله معذبه. عبد الله محمد، ستار تي في بلد وين.